انتهت 2020 بكل حاجة جميلة فيها وبكل الحاجات حتى اللي ما قدرناش اللي احنا نحققها فيها، بس حاولنا على قد ما نقدر في 6 على 6 نوصل فكرة جميلة. فكرة كانت تعتبر تايهة بعض الشيء في أمورنا، الاهتمام إن العين ديت أهم شيء في جسم الإنسان وأهم حاجة ربنا خلقنا بيها، وإن الاهتمام بيها في حد ذاته حاجة مهمة بالنسبة لينا، بالنسبة لأطفالنا، بالنسبة لحياتنا العملية، لأن بتأثر في حياتي كتير جدا. فيا رب احنا نكون على مدار الشهرين أو الشهرين ونص في آخر 2020، وده الحصاد اللي حضرتك شفتوه، قدرنا نوصل لكم اللي احنا فيه. في كيان محترم لمهنة البصريات، في ناس قائمين على المهنة ديت وحريصين جدا وأمنين جدا على صحة حضرتك، وإن هم يوصلوا لك أحسن فكرة ويوصلوا لك أحسن خدمة فيها، وإن شاء الله في 2021 نقدم الأفضل دايما. في البداية برحب بحضراتكم، وحبيت بس اللي أنا نبتدي بالبداية البسيطة ديت ونقول لكم اللي احنا برضو موجودين ومكملين معاكم. برحب بك يا أستاذ سيد. يا أهلا بيك، ازيك يا أحمد، مبارك، وزي مشاهدينا الأعزاء. أنا عن نفسي، من نبع عن نفسي كده وعن برنامج 6 على 6، بقول إن أحسن حاجة حصلت لي في 2020 هو أنا ألتقي بأحبائنا الأعزاء من خلال الشاشة الصغيرة، وإن أنا ننقل فكرة كانت بتراودنا إن إحنا العالم يشوفنا، ونفهمهم معاني كانت تكون يعني مش مذكورة خالص. قدمنا شخصيات الحمد لله، كان واحد دايما حريص ان هو يقدم ما هو يفيد والافضل دائما. حاولنا بكل السبل ان احنا نكون حريصين ان المشاهد ان هو يشوفنا، يعرفنا، يتحسس بينا، ونكون قريبين منهم. نتمنى يا رب ان احنا في ختام السيزون الثالث وختام السنه ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم، ونتمنى نكون ان احنا قدمنا حاجه كويسه، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. بس هو احنا في الختام كده بنحب نشكركم ان انتوا استحملتونا واستحملتوا الحاجات العلميه اللي احنا بنقولوها دي كتيره، انما اللي جاي ان شاء الله في الخطه هيبقى افضل وافضل وافضل ان شاء الله. باذن الله اصرنا ان احنا نحول الحلقه اللي جايه ان شاء الله، اللي هي المفروض اخر حلقه في السنه، لاحتفاليه جميله كده. نغير فكره 6 على 6 ان هي تبقى احتفاليه جميله بالنسبه لاخواتنا الاقباط. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، وشعب مصر كله باذن الله والامه العربيه كلها، ربنا يشيل عننا الغمه في اي وباء او اي حد حتى لأي أمنية ربنا ما حققهاش بإذن الله في السنة الجديدة نقدر اللي احنا نحققها. فإن شاء الله الأسبوع القادم هتبقى مجرد احتفالية بعيدا تماما عن المجال البصري وبعيدا تماما عن أي شيء احنا بنتكلم فيه. والله كل الاحتفال وكل التهنئة لكل مصر، مش أقباط بس، يعني إن شاء الله يكون عام جديد إن شاء الله، وعام بهجة، وربنا يزيح عن كل الأمراض عننا وعن كل الابتلاءات، ونستقبل عام جديد ببهجة وسرور وفرح لنا جميعا. حبينا ان احنا نقوله بقى الخميس القادم الساعة 12 مساء، نقعدوا قعدة فرفشة مع أهلنا، هتحسوا ان احنا قاعدين جوه البيوت معاكم، ان احنا بنتكلموا بنفس اللغه بتاعتكم، وتدونا السوداني واللب ونهيصوا مع بعض. ان شاء الله دعواتكم كده ان انتوا تسهروا معانا، وتبقى يوم جميل كده اهوت. بحس غرضنا بس الاساسي ان احنا ننقل بسمه وفرحه في بدايه عام جديد باذن الله. عايزين نغير بس موضوع فكره الكورونا كمان، اللي احنا هتبقى رساله من ربنا، مش بس اللي انت تخاف على عينك بس، لا انت صحتك كمان وصحه الناس اللي حواليك برضو أمانة ربنا بيسألك عليها، ونحاول بس الفترة ديت اللي احنا نحافظ على بعض بقدر المستطاع. هو احنا في أشد الاحتياج بالنسبة للأرقام والحاجات اللي احنا بنسمعوها، إن مش خايف على نفسك، خايف على غيرك. التزم عشان الموضوع ما يتفاقمش، واحنا مرينا بالتجربة ديت وعانينا جدا اقتصاديا ونفسيا وصحيا،
فنتمنى السلامة يا رب يا رب كده لكل إنسان شايفنا وسمعنا ويبعد عنا الوباء والبلاء ويطلعنا من الناس سالمين، ونتمنى الشفاء لكل مريض يا رب كده ويزيح عنا المرض جميعا يعني يا إن رب. شاء الله. ده حكاية المؤتمر يا أستاذ سيد. احنا بنختم السنة ديت بحدث، الحدث ده هو حلم وبقى هدف وبقى رؤية. لازم يعني كنا شايفين ان مصر تتحط على الخريطة ازاي. يعني انا غيور جدا على المهنة، فبقى حزين جدا لما بشوف الناس بره بتجتمع وشخصيات ومنظمات واحنا كل همنا يعني عفوا يعني نظارة الرصيف ومش عارف اللي باع ب15 واللي باع ب20 والناس تاني بتتكلم في علم. فكان ده كان حلم. فاي او سي ايجيبت المؤتمر العالمي الاول من مصر للبصريات ده كان حلم. الحاجة الجميلة اللي في المؤتمر ده ان كل السبيكر والمشاركين اللي هيقولوا محاضرات عندهم سعادة بالغة. يعني انت عارف يعني زي ايه، لقى الام بتحتضن، معقولة انتوا لسه عايشين؟ يعني انتوا فيكوا نفس فيكوا روح؟ طيب احنا نقدم لكم ازاي، نخدم ازاي؟ محدش ابدا اعترض سبحان الله. يعني واحنا عايزين بقى ننقل رسالة تانية للشباب ان هو ده الطريق العلم عشان تطور. الموضوع صعب 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 يعني، بس صعب لا يهمل. صعب ان انت ما تاخدش النتائج، ما تحطش البذرة تزرع النهاردة تطلع لك طرح النهاردة، لا اشتغلوا على نفسكم كويس ممكن غيرك يحصد في ميزان حسناتك، ممكن حد تاني، انما انت لازم تشتغل. احنا بدأنا كده، عملنا مؤتمر بلغة العالم الان، الكونفرنس على زوم، العالم كله بيجتمع الان على زوم لظروف كتيرة، السفر قليل، لكورونا، لحاجات كتيرة. بنبقى كلنا مشتركين عايزين نخوض التجربة ديت. محتاجين دعم معنوي. احنا يعني الواحد بكل ما اوتب بيشتغل بالحب. يعني لا انكر طبعا دور الدكتورة رنا بصراحة، يعني عملت شغل جميل جدا. صفحة كمان الفيسبوك معروضة الان لو حد برضو حابب اللي هو يشترك عليها. وفكرة ان فرايتي برضو يتفتح اللي احنا ننقل خبرات وننقل علم والكلام ده كله، ونستفاد كمان بره شغالين ازاي. نحاول ان احنا نطبق ولو جزء بسيط حتى منه. لو اقول لك ان مجهود الدكتورة رنا سيد والله بتقعد لغاية الساعة 4 بالليل تشتغل، وتقوم الصبح تشتغل، وده يتكلم، وده يعني حاجة كده مجهود، ومعاها فريق عمل بقى، شخصيات كمان جميلة اللي داخلة معاها في المؤتمر، فريق عمل كبير ده فعايزين الناس كلها تشعر بالحماس ده وتقول اي لايك اي او سي ايجيبت، اي لايك اي او سي ايجيبت. الناس كلها تفخر بالحدث دوت، وان شاء الله يكون فخر لمصر ولنا جميعا ان شاء الله. باذن الله نطير من فكرة المؤتمر ونرجع تاني لفكرة 6 على 6 واخر حلقة في 2020. قلنا ختامها مسك النهاردة كانت فكرتنا. طيب انتوا كلامكم كله بالنسبة للشباب في مجال البصريات في المحل عموما او في اي شركات او في شغل المعامل او في الكلام ده كله، دور المرأة ايه في الكلام ده؟ طب ما في ناس بتتخرج، في بنات بتتخرج في عشان كده بصريات والكلام ده كله، موضوعهم فين بقى في الخريطة دي كلها، او مكانهم فين في الخريطة ديت؟ فقلنا ختامهم مسك النهاردة، وعملنا النهاردة مقابلة جميلة جدا، اخترنا نموذجين من النماذج الناجحة جدا، من بعض النماذج، لان عندنا نماذج كتير جدا ناجحة وناس بدأت من سنين. اخترنا حد في يعني ما شاء الله علم في الإدارة والتدريب وكواليتي عالي جدا ومعروف جدا،
واخترنا حد خاض تجربة كاملة في سوق العمل. في سوق العمل يعني كده كده جمعت ما بين التدريب وما بين وما بين سوق العمل. طبعا أستاذة هناء عبد السلام أستاذة فاضلة ومدربة فاضلة بأحدى الشركات العالمية، وتدرب على إيديها أخصائيين كتير، وهي أصلا بتدي العلم برحب وسعادة. دي هتشرفنا. ومعانا الأستاذة هدى عادل، تجربة جميلة فريدة، ما هيش الوحيدة ولكنها هي مصرة على النجاح، وأنا شايف فيها نموذج جد جميل جدا لكل أخصائيات البصريات في مصر. أستاذنا حضرتك ونرجع فاصل ونرجع مع أستاذة هناء عبد السلام وأستاذة هدى عادل أخصائيين بصريات، وهنجمع ما بين التدريب إزاي تتدربي بعد ما تخرجي وهتبدأي منين، وفي نفس الوقت إزاي تتعاملي مع سوق العمل. فهستأذن حضرتك فاصل بسيط ونرجع تاني. انك تقدر تغير نظارتك وانت في مكانك من غير مجهود ازاي؟ لو حملت تطبيق نظارتي هتلاقي فيها افضل محلات النظارات والقريبة ليك، عندهم عدسات وفريمات هاي كواليتي واسعار مناسبة وفي تقييم لكل محل يساعدك، كل ده ولسه في عروض كتير. نظارتي، خليك في المضمون. كريم محتاج نظارة، وطبعا النظارة بتاعته حاجة مهمة جدا في حياته، وفي مرة قرر انه يشتري نظارة اونلاين بس للأسف طلعت مضروبة ومواصفاتها غير طبية، ده غير ان طلع شكلها وحش عليه. علشان كده احنا في ابليكيشن نظارتي هنساعدك تختار افضل النظارات والخامات اللي هتحافظ لك على عينيك، وكمان بنرشح لك مجموعة من افضل محلات النظارات على مستوى الجمهورية واللي بتقدم خدمة ودقة في التنفيذ ممتازة ومتابعة دايما للعميل، ده غير الامان والضمان. ولو عندك اي شكوى من اي مكان ادارة الابليكيشن هتحلها لك وهتعرفك عن كل جديد في عالم العدسات والنظارات، ولو عندك اي استشارة او استفسار اسأل واحنا معاك. مستني ايه؟ حمل التطبيق دلوقتي. كريم محتاج نظارة، وطبعا النظارة بتاعته حاجة مهمة جدا في حياته، وفي مرة قرر انه يشتري نظارة اونلاين بس للأسف طلعت مضروبة ومواصفاتها غير طبية، ده غير ان طلع شكلها وحش عليه. علشان كده احنا في ابليكيشن نظارتي هنساعدك تختار افضل النظارات والخامات اللي هتحافظ لك على عينيك، وكمان بنرشح لك مجموعه من افضل محلات النظارات على مستوى الجمهوريه واللي بتقدم خدمه ودقه في التنفيذ ممتازه ومتابعه دايما للعميل، ده غير الامان والضمان. ولو عندك اي شكوى من اي مكان اداره الابليكيشن هتحلها لك وهتعرفك عن كل جديد في عالم العدسات والنظارات، ولو عندك اي استشاره او استفسار اسال واحنا معاك. مستني ايه؟ حمل التطبيق دلوقتي. تعرف انك تقدر تغير نظارتك وانت في مكانك من غير مجهود ازاي؟ لو حملت تطبيق نظارتي هتلاقي فيها افضل محلات النظارات والقريبه ليك، عندهم عدسات وفريمات هاي كواليتي واسعار مناسبه وفي تقييم لكل محل يساعدك،
كل ده ولسه في عروض كتير. نظارتي خليك في المضمون. محتاج نظارة، وطبعا النظارة بتاعته حاجة مهمة جدا في حياته. وفي مرة قرر انه يشتري نظارة اونلاين، بس للأسف طلعت مضروبة ومواصفاتها غير طبية، ده غير ان طلع شكلها وحش عليه. علشان كده احنا في ابليكيشن نظارتي هنساعدك تختار افضل النظارات والخامات اللي هتحافظ لك على عينيك، وكمان بنرشح لك مجموعة من افضل محلات النظارات على مستوى الجمهورية واللي بتقدم خدمة ودقة في التنفيذ ممتازة ومتابعة دايما للعميل، ده غير الامان والضمان. ولو عندك اي شكوى من اي مكان إدارة الابليكيشن هتحلها لك وهتعرفك عن كل جديد في عالم العدسات والنظارات. ولو عندك اي استشارة او استفسار اسأل واحنا معاك. مستني ايه؟ حمل التطبيق دلوقتي. حلقة مميزة وحلقة فريدة اليوم بلقاء أستاذة هناء عبد السلام مديرة تدريب وتسويق لشركة دولية، وأستاذة هدى عادل أخصائية بصريات ومديرة محلات الهدى وإبصار. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكم. أهلا بيك. شرفتونا. أهلا. إزيك أستاذة هدى؟ الحمد لله تمام. نورانا وشرفانا. أهلا وسهلا أستاذة هناء. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا. طبعا احنا نتشرف بلقائكم في أول مرة كده هوت، وعايزين نعرفوا من أستاذة هدى بدايات اختيارك أخصائيات البصريات إزاي، من التنسيق دينا بقى الفكرة دي بحصل إزاي، البداية كانت منين؟ بس أنا الحمد لله يعني كله بتوفيق ربنا، إن ربنا أكرمني وكتب عليا إن أنا أدخل معهد البصريات، فده كان توفيق ربنا في الأول وفي الآخر. وكانت الدراسة في المعهد ممتعة طبعا، هي كانت بالنسبة لي غريبة شوية لكن حبيتها طبعا مع الوقت، والله وطلع من المعهد متشوكة للمزيد من التعليم في المجال ده، لأن حاسة طول الوقت بالتعطش للمعلومة البصرية والفيزيائية، في حاجات كتير محتاجة دايما أكملها جواي. فالحمد لله رب العالمين، من حبي للمجال قررت أن أنا أشتغل فيه وما سيبوش، فالحمد لله ربنا وفقني وقدرت أعمل أول محل في بلدي. طبعا بلدي قرية صغيرة وبتاع، بس الحمد لله الناس حبوني واستمريت كتير يعني. وبعد كده بدأت أطور وفتحت بعد كده محل واتنين الحمد لله. الحمد لله. والبداية كانت موفقة والنهاية الحمد لله تبقى موفقة بإذن الله دايما إن شاء الله. أستاذة هناء حضرتك بقى سلكت طريق تاني اللي هو طريق العلمي شوية، التدريب. بس أنا بدأت المعهد الشغل قبل المعهد. ومن كلام اللي كان موجود معايا بشغف عن الدراسة والتعليم في المجال بتاع الأوبتكس، سجلته في التنسيق وجالي ودخلت المعهد وبقيت أكمل. دخلت المعهد بتاع الأوبتكس، معهد البصرية. ودخلت المعهد وبقيت الشغل مع المعهد كان بيعملي سبورت جامد جدا، وكان بيخليني دايما مختلفة في الفهم حتى. فانت بيبقى في توازن. في توازن. انت عارف انت هو بيشرح لك حاجة انت بتروح تطبقها. فبيكلمك في حاجة انت اوريدي شغال فيها. فبيخلي استيعابك. انت عارف حضرتك في ناس حتى لما بينتظروا بيفصلوا موضوع العمل ده لحد ما بيتخرج، بيطلع بيتخض يعني، بيشوف بالزبط. بيشوف حاجة مختلفة تماما عن الدراسة، مختلفة تماما عن الحاجات اللي هو درسها. دي حقيقة. بيحس ان هو في حاجة غريبة، دنيا غير الدنيا، مكان تاني. دي حقيقة فعلا. بيلاقي ان هو كان بيدرس حاجة ولقى نفسه بيشتغل في حاجة تانية مختلفة. بتلاقي التطبيق ده موجود يعني فعلي، يعني اللي بتذاكريه بتلاقيه في العمل، اللي بعضه طبعا اكيد. مش كله يعني، مش كله. وخاصة في موضوع العدسات، فانت بتلاقي طبعا بتبقى بتشرح العدسة وعارف ايه الفيتشر الداخلي اللي جواها لانك بتدرسه في المعهد. يعني ايه عدسه معامل انكسار، يعني ايه معامل انكسار، فانت اصلا بتبقى فاهم ده ناتج من ايه اثناء تصنيع العدسه، فعارف انت بتبيع ايه، ماسك ايه في ايدك بتبيع. كل المراحل احلى حاجه لقيتي نفسك فيها؟ مجال السيلز والتعامل مع الكاستمر. ممتع انك يبقى عندك معلومه وقادر تدي لحد يلبس نظاره، تدي الكاستمر نظارة وانت عارف ايه اللي جواها وعندك قدرة
انك يعني مش عندك معلومه بس، ناس كثيره جدا بيبقى عندها المعلومه، بس في ناس كثيره بيبقى عندها المعلومه وما عندهاش القدره على توصيلها، فكانه ما عندوش معلومه بالظبط، او قادر توصل المعلومه للكاستمر زي ما بيفهمها، قادر تتعامل مع كل طبقات المجتمع وتوصل لهم المعلومه من الاي كلاس لحد السي كلاس، قادر تخاطب عقلهم وتوصل لهم المعلومه اللي انت اتعلمتها بصوره علميه مختلفه تماما. دي اهم حاجه. استاذ هدى، بتقابلك في الكاستمر والسيلز، انت طبعا انت مديره نفسك ومديره منشاه كامله، بتقابلك مشاكل بقى ان انت توصلي المعلومه، وبالذات لو النقاب او يعني جوه المحل المعايشه ازاي بتقابلك؟ هو بدايه المشكله اللي بتقابلني ان الناس يعني ما عندهاش الثقافه الكافيه بشغل البصري او بشغل اخصائي البصريات، فبيبقوا داخلين مش عارفين، هم عايزين نضاره وبس، ما يعرفوش هو اخصائي البصريات المفروض يتعامل معاهم ازاي. يعني احيانا بيجي لي العميل حاسه ان وشه كبير شويه وهو مختار نضاره اصغر، فلازم افهمه يعني مش بس شكل جمالي، في مقاييس تانية لازم يعتمد عليها في اختيار نضارته، فلازم اشرح له النقطه دي. في ناس بتتقبل، في ناس لا مش بتتقبل، انا عايز دي عجباني وبس. في حاجات تانية يعني لازم تاخد من على عينه سنتر الاي بي دي، لازم اتعامل معاه، فهو مش متخيل، انت مش طبيبه عشان تحطي ايدك على وشي وتاخدي مقاسات معينه، تخصصك ده تخصصي، فالناس بتجهل تخصص اخصائي البصريات. دي من احد المعوقات اللي كانت بتقابلني في شغل البصريات. مثلا امه جايه طفلها، طبعا في امهات بتجيلي بتعيط وبتبكي جدا، انا اتفاجئت ان ابني نظره ضعيف وهلبس نظاره، حاول افهمها، حاول افهمها ان دي مش مصيبه وان دي مش كارثه كبيره ان ابنك يلبس نظاره، بالعكس النضاره ان شاء الله تحسن نظره ومع الوقت مش هيستغنى عنها. الامومه بقى بتفرق. عاطفه الامومه بتفرق طبعا، ولازم انا اتعاطف معاها عشان تهدى شويه وتتعامل مع الطفل بحكمه ويبقى مصلحته في الاول في الاخر هي اللي تمشي. تمام. تيجي بقى الامهات مصره على لون معين وشكله معين، لا ده ابني هيبان عجوز، ده ابني لسه صغير الشكل ده، طيب اختاري اللون اللي يعجبك بس الحجم سيبيه لي انا الحجم. يعني طفل عنده حول، فالنضاره ليها مواصفات معينه. فالنقطة دي بالذات برضو بتتعبني وبترهقني شوية في الشغل، ان انا فاهم الامهات القصة دي. اما بالنسبة لحتة النقاب، الحاجة الوحيدة اللي واجهتني في النقاب ان الناس مش شايفة تعبيرات وشي، فانا لازم اشرح اكتر، لازم افسر كلامي ويكون محدد ودقيق عشان الناس تستوعب انا بقول ايه. لكن الحمد لله والفضل لله النقاب مش عامل لي اي اعاقه، اكتر من ان الناس احيانا ما بتبقاش فهماني، فلازم ان انا اوضح بمصطلح بسيط وكلام مباشر. مش اعاقه، هو زيدك جمالا ورقه. الله يبارك فيك، تسلم. كل دلوقتي هنقول بقى اخصائيه البصريات اتخرجت، تمام، كل فكرها ان هو هيبقى صعب بالنسبه لي الشغل، احتك بالجمهور، انزل في محل، انزل في شركه، فبتحس دايما الامور بالنسبه لها بتبقى صعبه شويه، فانت حضرتك تنصحيني تبتدي منين؟ بص، اول حاجه التعامل مع الكاستمر او التعامل مع الجمهور في اي مجال الناس هتحتك وهتتعامل، يعني لو هي شغاله تيلر في بنك ما هي برضو بتتعامل مع كاستمر، لو هي بتشتغل في شركه تامين فهي اوريدي بتشتغل في السيلز وبتروح تعمل ديلز وبتقابل كاستمر، فهي لازم الاول طبعا هو اهم حاجه، انت عارف عندنا بنوفر موضوع تدريب للخريجين وهم هم بيتعلموا كويس جدا، والاول ازاي يقابلوا الكاستمر وازاي يتعاملوا معاه وازاي هاو تو سيل، ازاي تبيع العميل، فشويه بنكسر الحته دي. كمان اول ما بينزلوا المحلات بتبدا او الستورز بتبدا الناس الموجوده تعلمهم، وبعدين ما حدش بيسيب حد اول ما بينزل على طول يتعامل مع الكاستمر، لازم هو يبقى مؤهل ولازم يشوف، يعني هم دايما في الشركات بيخلوا الناس السيلز اللي بتتعين ما بتنزلش تقابل كاستمر على طول، اكيد الناس بتدخل الاول بتدخل تدريب، وبعدين بتدخل تدريب جوه المكان، بتفضل انت قاعد شهر شهر شهرين بتتفرج بس، يقول لك اتفرج بس شوف الكاستمر عشان تقدر تحدد نوعيه الكاستمر اللي انت بتتعامل معاها، عارف تقابل الكاستمر هتقابله ازاي، يعني ما فيش اي حد يقلق ان هو هيدخل على طول نوين حد اصلا هيدخلك تقابل كاستمر على طول، صعب. انت بتقعد في المكان تتعلم وتشوف، تعرف نوعيه العملاء اللي انت بتتعامل معاها، وتشوف الناس الموجوده بتقابل العملاء ازاي، بتقابل وتحل المشاكل ازاي، لحد ما تبص تلاقي غصب عنك في مره من المرات هي جايه موجوده في مكان شغلها والكاستمر دخل ما فيش غيرها، فبتلاقي نفسها بتتعامل، فالدنيا ما فيش فيها مشاكل تماما يعني. تمام ان شاء
الله. استاذه هدى، انا بتفرج عليكي دلوقتي اخصائيه بصريات وعايز اعيش تجربتك، تنصحيني بايه وايه الخطوات ان انا امشي ابقى صاحبه كيان؟ والله اول حاجه انت تهتم تشتغل على نفسك جامد، تتمرن كويس، اولا بتخلص معهد البصريات، معلوماتك مش كافيه بتختار شركه او محل معين بتتدرب فيه، لو انت عندك القناعه الكافيه ان ده هيضيف لك المعلومه اللي انت محتاجها، دي اولا. مش بيضيف لك تبدا تلجا للكورسات، للندوات العلميه مثلا، لكتب معينه، ترجع حتى لدراستك القديمه في ايام المعهد تسترجع كتبك وتذاكر. أيوة. ده مش عيب. احنا طول الوقت العلم طبعا ما بيخلصش والتطور ما بيخلصش، انت هتشتغل على نفسك ده في اول حاجه. تاني حاجه تبدا حياتك، يعني عايز تفتح مشروعك الخاص مش لازم تبدا كبير، ما فيش حد اولا هيبدا كبير. يعني حاول ترشد كل امكانياتك في سبيل ان انت تبدا. مستعجلش. المهم تبدا، ما تستعجلش. الفيديو بتاع حضرتك برضو بيتعرض دلوقتي. ايوه ده ايه الجهاز بقى؟ ده جهاز الفيكو. جهاز ده شغل السيلز طبعا. يعني انت بتشرحي لنا هنا كل مراحل طبعا. انا بقوم بكل الشغل، معايا موظفين طبعا، بس انا بحب اكون متواجده واقوم بالشغل في السيلز وفي كل بحب اكون طبعا. يعني ما فيش في معايا مساعدين في كل حاجه. مثلا فكره خالص. ان انا شاب او شابه او الكلام ده كله، دخلت في مجال طبعا يبقى كويس. طب خليني بس اسال حضراتكم في حاجه، ماشي؟ هنقول منها كأم وكأخصائية بصريات، التعامل مع الاطفال ازاي في البيت؟ يعني حضرتك تنصحي بقى الام ازاي تتعامل مع الطفل في البيت بالنسبه لصحه العين او التعامل مع الاجهزه او الكلام ده كله؟ استاذ هناء. بص، اول حاجه ان الام تتعامل مع عين الطفل باستخدام الاجهزه، الاطفال ليل نهار قاعدين على الاجهزه. وعندنا مشكله تانية كمان، ان احنا النهارده موضوع التعليم بقى برضو معتمد على موضوع الاجهزه. فالمهم ان لو الطفل بيلبس نظاره، في كوتنج موجود على العدسات اللي هو البلوكات، ده بيمنع الضوء الازرق المضر اللي بيدخل العين. فيفضل ان اي ام بتعمل نظاره لطفلها تعملها كده. دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم الام تاخد بالها والطفل قاعد على الجهاز، لان احنا مش هنقول بقى انه بيلعب جيمز دلوقتي، هنقول انه دلوقتي بيدرس. وهو قاعد بيدرس لما يبدا يضيق عينيه عشان خاطر يشوف ويحس ان الرؤيه تبقى واضحه بالنسبه له، لازم تعرف ان هنا بقى في مشكله طبيه لازم ترجع للدكتور. تمام. اضافه للاستاذه، يعني تلاحظها في الطفل. طبعا. تبين ان في تبين ان بقى عنده اضافه للاستاذه هناء، يعني تربويا وعلميا، ان الطفل المفروض ما يتعرضش للاجهزه الالكترونيه ده قبل سن 10 سنين، واحنا كمجتمع فما فيش الكلام ده. فالطفل غصبا عننا بيتعرض للاجهزه كلها. فبدايه لازم نشوف نثقف نفسنا برضو بصريا، احنا كبصريين فاهمين، اولياء الامور مش فاهمين، فممكن منصه من هنا يتعلموا منها كتير. والبرنامج ده ما شاء الله ممكن يضيف للناس كلها معلومات قيمه جدا. يبداوا يتعلموا عن طبقات الحمايه للعدسات، يتعلموا ايه اللي هيفيد ابني. طب انا ابني هيتعرض للاشعه ده مثلا فتره طويله، طب حاجه تحمي عينه. هو انا في البدايه بس، انا يعني كمشاهده ام، يعني اعرف ازاي ابني نظره ضعيف؟ ايه المؤشرات اللي تخليني اخده اوديه للدكتور؟ اولا العين لما يكون عينين الطفل ضعيفه، اولا بيبان عليها الارهاق. يصحى من النوم في افرازات في عينيه، دي حاجه مهمه جدا بتبين ان الطفل ده نظر ضعيف. تاني حاجه اللي هو مثلا بيقرب من شاشه التلفزيون جدا. أيوه. يجي يشتكي لها في البيت انا مش شايف السبوره، او مثلا بشوف الحرف اتنين، او كل حاجه لها خيال. لو الطفل قال لك كده في البيت، ده لازم بسرعه يلجا للدكتور. في طفل بقى هو بيلعب اللعب بيقربها قوي، بيقربها من وشه قوي. وفي حاجه تانية مهمه برضو، دي خطيره ودي اخطر حاجه في ضعف نظر الاطفال. لما يكون في عين ضعيفه والعين تانية قويه، دي ما بتكتشفش بسهوله، ودي بتبقى طبعا، ودي بيحصل لها كسل بعد كده في اشتغل على العين النشط، مشكله. فدي مشكله دايما وبيقع فيها كثير من الاباء والامهات. لذلك دايما بننصح ان دايما الطفل في مرحله مبكره لازم دوري يروح لطبيب العيون بصفه دوريه، لان انا كأم ما عنديش الثقافه دي، مش هقدر اقول العين دي شديده والعين دي قويه، مش هعمل له تمرين كل يومين. فدايما كان في حاجات كده يقولوا لنا ايه، انا ابني ذكي جدا بس مش شاطر. هم مش عارفين المشكله فين. هو ذكي جدا فعلا في كل، بس مش شاطر لانه مش شايف السبوره، فما بيعملش واجباته.
فدي كان من احد الحاجات اللي بتعملها المتابعه، لان هو بقى ممكن يبقى صعب عليه اللي هو يوسف كمان المشكله اللي موجوده عنده، مش زي اي حد طبعا. طيب سؤال بقى كده، هنتظر بس الاجابه من حضراتكم انتوا الاثنين، ازاي وفقتوا ما بين الحياه العمليه وحياه البيت؟ استاذ زينب مبدئيا هو اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. اليوم انت تقدر تقسمه زي ما انت عايز، بقدر اشتغل وارجع بيتي اتابع اولادي واعمل اكل وادي ولادي التمارين واعمل زي اي ست قاعده في البيت، بس الفرق ان انا قادره اقسم وقتي، قادره ما اخدش تايم كتير في المطبخ، قادره انظم تنظيم. هو القصه قصه بالظبط، هي القصه قصه نظام واراده. لان انا بدرس لحد استل لحد اللحظه دي، انا بدرس وبشتغل وولادي بيتمرنوا ما بقصرش معاهم وبحاول على قد ما اقدر طبعا. بص يعني مش هقول لك ان انت انا مش هيرو، انا مش هغطي الدنيا بنسبه 1000000%، بس برضو في حته صغيره بتبقى موجوده عند الرجاله. يعني الحمد لله رب العالمين جوزي سبورت ليا، يعني على قد ما بيقدر، يعني على قد تحيه كبيره قوي ليا. دي حقيقه والله، يمكن من يوم ما اتجوزت هو سبورت ليا في كل حاجه. يعني اقول له انا مثلا انا بفكر اعمل ماجستير، اعملي كويس جدا ممتاز ليه لا، طب انا عايزه اغير الشغل في المكان الفلاني، طب اقول لك ايه بقى ما انا اقعد للولاد، لا ليه تقعدي، مش انت دنيتك ماشيه والدنيا تمام. فالنهارده بصراحه هو سبورت ليا عشان اقدر اوصل للي انا واصله له، عشان شايف اصرار من حضرتك وهدف انت حابه ان انت توصلي له. انا بحاول كمان ما اوقفش، يعني انا واي وبنصح اي بنت انت تقدري تعملي كل حاجه في الدنيا. وعلى فكره الامثله كتيره جدا للستات الناجحه في مجالنا وفي غير مجالنا، الست بتقدر فعلا تعمل حاجات كتيره جدا 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 في نفس الوقت. يمكن الراجل ما بيقدر، بيبقى تركيزه في حته معينه لازم يعملها عشان ينجزها بنسبه 100%. بص يمكن الستات ما بتقدرش، في بعض حاجات ما بتقدرش فعلا تنجزها بنسبه 100% زي الراجل، بس بتنجزها، لكن دايما طموحه بالظبط، دايما طموحه ودايما متطلعه للامام. اما الراجل دايما في حته ان هو بيحاول المتاح قدامه بس. طيب اما الست فيها حته خيال شويه. النساء فيها حته الخيال اكتر شويه. طب انت حضرتك الموضوع اصعب مع حضرتك بالنسبه بقى اداره محلات وقت، عندك وقت كتير جوه المحل، يعني الموضوع بالنسبه لك صعب شويه موظفه يعني. ايوه طبعا عندي اغلب وقتي في المحل طبعا، بس الحمد لله بقدر اوفق. طبعا فتره الصبح اولادي في المدرسه بنزل شغلي وهم في المدرسه، وقت رجوعهم برجع. تاني فتره مثلا بيبقى عندهم دروس مكتب اللي هو كتاب يعني، بيروحوا بنزل انا. فتره بالليل بقى دي هم الحمد لله والدتي موجوده بيبقوا معاها، فبنزل انا برده شغلي بالليل او هم بيجوا لي المحل بنقعد مع بعض. كنت عامله حاجه حلوه قوي، يعني كل واحد فيهم يجي لي يوم المحل نذاكر مع بعض شويه، اللي هم مش سايباهم وفي نفس الوقت شايفه شغلي والدنيا الحمد لله تمام وربنا بيوفق. اما حته ان في حاجه هتوقفك عن شغلك عن نجاحك عن مستقبلك دي ولادك، ابدا. في امهات كتير ياما شفناها معاها 5 6 اطفال ومسؤوليه وبيت وبينزلوا الشغل وناجحين وبيكملوا دراسه والدنيا معاهم جميله، مفيش حد بيشتكي. هي المساله مساله اراده ومساله عزيمه، دايما امشي مع الناس اللي عزيمتها فوق دايما. صاحبك هيسحبك للامام طبعا. افضل استاذ هانئ، دلوقتي حضرتك انت دربتي اخصائيين كتير، بعد ما بيتدربوا ايه السعاده اللي بتشوفيها بقى في نفسك؟ يعني بحس ان انا اتعلمت طول حياتي بدي للناس، يعني انا مبسوطه جدا بالحته دي، لسبب ان انا بقى لي تقريبا 20 سنه، اكتر من 20 سنه بشتغل في مجال الاوبتكس. ايه ده وانت في ابتدائي؟ ايوه الحضانه. انت في الحضانه؟ ايوه وانا في الحضانه وانا بشتغل في المجال بتاع الاوبتكس. ايوه ماشي. فبحس ان انا كل اللي اتعلمته بحاول افيده واديه للجيل الموجود، وبعدين الشباب بتوع اليومين دول الموجودين، عايزه اقول لك ان اغلبيه الناس اللي بتبقى موجوده معايا في التدريب اصلا طلبه. أيوه. وهم بيبقى عندهم شغف غير طبيعي ان هم يتعلموا منك اللي انت اللي بره. لان انا لما باجي كمان اشرح لهم في السيلز
بشرح لهم انا اصلا بديهم مواقف حقيقيه حصلت بيني وبين الكاستمر، سواء اذا كانت في مشكله وانا بحل المشكله ازاي، سواء اذا كنت اخطات في مره من المرات وانا بتعامل مع كاستمر والبيع ما تمتش، ان انا بتعلم من اخطائي لما الموضوع سيلز ما تمش انا اتعلمت من ايه الخطا، فبقعد احكي لهم المواقف. طبعا بيبقى في كمان كتيره مواقف مضحكه ممكن تمر بيها، فهم النهارده مش بيحسوا ان انت بتديهم حاجه، بتديهم تجربتك العمليه اللي انت جربتها. فبيبقى هو النهارده فهمه، يعني هو خرج كانه كان شغال معاك، هو خرج اشتغل، هو خرج عايز يجرب اللي انت جربته وينفذ اللي انت قلت له عليه. ولما ينجح بالنسبه لك في السي في بقى جدا ببقى مبسوطه بيه جدا، لان انا بيطلب مني بعدين بقى انت وانت بتدرب بيبان الشخص اللي هو عنده شغف انه ينجح من ان حد بيبقى جاي عايز ياخد الشهاده ويمشي. ما هو في ناس كتيره بتبقى جايه عايز تتعلم، عايز تعرف، هي بتدرس حاجه عايز تعرف ايه الحاجه اللي هي بتدرسها دي، ولما تخرج تشتغل هتقدر تشتغلها وتمارسها ازاي. ده ياخدنا برضو لسؤال تاني عايز اقول لحضرتك عليه. دايما حضرتك بتبقي سبورت ليهم في حته الحياه العمليه وحته التدريب والكلام ده كله، ودايما بنلاقي الحماس اكتر عند البنت، يعني حتى في الدراسه وفي التدريب والكلام ده كله دايما هم بيبقى فيه حماس زياده شويه عن الشباب. بعد ما بيخلص التدريب او يخلص الحماس ده بتلاقيها وقفت مكانها وهو اللي كمل. اما انا هو لا حضرتك هو اول ما بيجي العريس لا ابدا اول ما بيجي العريس بيبدا لا هو ممكن يكون هو رافض ان هي تشتغل، فهي بتحترم رايه. اكمل السؤال عشان اوصل بس لكن ما تظلمناش يا جماعه. قال بس المعوقات بس فكره عريس ولا فكره بيبقى في حاجات ثانيه بتقف معاها في السوق، بما ان حضرتك محتكه برده بالسوق. يعني استاذه قامت بالدور بتاعها تمام. ابتدوا بقى اللي هم يحتكوا بالسوق، وحضرتك احتكيتي بالسوق طبعا وطبيعه العمل. ايه المعوقات بقى اللي ممكن تقابلها تخليها تقف مكانها والشاب هو اللي يكمل؟ ايه ممكن المنافسه. المنافسه ممكن المنافسه، وممكن الوقت. كمان الوقت. الوقت معوق معنوي. ممكن الوقت، ممكن ما كانش عندها داعم معنوي اللي هو يقول لها لا كملي انت صح. في ناس بتلاقي مثلا انت عارف شغل السوق ده اغلبه طبعا رجاله مثلا، وطبعا الراجل قوي شويه في السوق، بتلاقي في مشكله في دخول المعمل معاها او الكلام ده. ممكن يعني انا اقصد ممكن في المكان اللي هي تتحط فيه تبتدي تشتغل على نفسها يعني بس وبعدين هي الموضوع ما تبصش لنفسها لان هي بنت، لا يعني تبص على انها هي خلاص انا بشتغل انا رجل اعمال مش سيده اعمال. انا ده شغلي لازم ينجح، انت زميلي راجل عايز تنجح ومصر على النجاح، انا زي زيك مصر على النجاح، انت مش هتوقفني. فهي لا بتكمل، وده اصرارها في الاول في الاخر وطريقه تفكيرها برضو في الاول في الاخر. مفيش معوقات، انا من وجهه نظري المعوقات كلها احنا اللي بنخلقها واحنا اللي بنقف عندها، واحنا ممكن نزيل كل المعوقات من قدامنا ونكمل عادي. تمام استاذه هناء، يعني حضرتك بتدي محاضرات، الناس بقى اللي بيبخلوا المعلومه، في ناس كتيره قوي كده، يعني هو فقد معلومه بيبخل بيها، يوجه لهم رساله. بص هو انا مش شفت ناس خدت معلومه، يعني انا شفت ناس هم اصلا اصحاب شركات هو عنده المعلومه ومش عايز يديها للناس الموجودين معاه. بيقول ان هو النهارده لما هيعلمك انت هتخرج تفيد حد غيره وتنافسه، فهو مش مطلوب منك ان انت كحد بيشتغل معاه انك اصلا تاخد معلومه اكتر من اللي انت اخدتها، ما تطمعش في اكتر من كده من الاخر. بس انا عايز اقول له ان ده مش صح. الشخص اللي انت هتعلمه اول حاجه ده اولا ثواب، التعليم ثواب، وحسنه هتفضل تؤجر عليها طول ما الراجل شغال، هيبقى جميل عند عمره ما هينساهولك. وبعدين انت برضو كان في حد بيعلمك فلازم تعلم الناس عشان انت يجي لك حد متعلم، لان انت لما هتعلم، لما انا اعلم وحضرتك تشتغل في مكانك تعلم، هنبقى كلنا متعلمين كلنا فاهمين. يعني انا جه عليا وقت كنا بنمرن في مكان، فكنا بنسافر دمياط، اكتشفت حاجه غريبه جدا، شفت ان الصفين محلات على الجنبين منافسين لبعض، كلهم بعتين الناس من عندهم قاعدين في نفس مكان التدريب. يعني زي ما هناك في ناس نيجاتيف ما ينفعش نعملها، في ناس بوزيتيف بشكل غير طبيعي. متخيل ان انا قاعده بتفرج عليهم كلهم، يا جماعه كلكم من نفس المحلات قصاد بعض في الشارع، كلكم بتحضروا نفس التدريب، عايزين نتعلم. ايه المشكله ان احنا نبيع للعميل نظاره صح؟ النهارده ده رزق. انا بشطارتي بعت اخدت المعلومه وصلتها للكاستمر. النهارده لما الناس بتتعلم
دي حاجه كويسه جدا جدا لينا. لسه بقول لحضرتك احنا محتاجين نعمل مكتب توظيف خاص بينا بالناس تحت الاوبتكس، الناس تتخرج من المعهد بتاع البصريات تتعلم قبل ما ياخد الترخيص. النهارده بيروح يخلص ورقه ويخلص ترخيصه بقى الراجل معاه ترخيص ان هو يمارس المهنه، مش صح. صح ان الراجل ده يخرج يتدرب كويس جدا، يتعلم يعني ايه تكنيكال، يعني ايه عدسه، يعني ايه بيع عدسه الكاستمر، يعني ايه يقابل عميل، يعني ايه هاو تو سيرفس الكاستمر اصلا، ازاي تسيرفس على الكاستمر عشان نعلى احنا بمستوانا. النهارده لما انا ابقى معاك في مكان واعلمك والكاستمر يدخل ويسال، فالنهارده انا هجاوب زي ما انت ما تجاوب، لكن انا لو ما علمتكش وانت واقف جنبي كل شويه هتعمل ايه؟ هترجع لي تقول لي ده ايه؟ في الاخر ايه اللي هيحصل؟ الكاستمر هيسيبني، هيسيبك ويجي للي متعلم يروح يساله. انت النهارده هو يعني مش هيثق فيك، خلاص انت فقدت الثقه. النهارده لو مش كل واحد في المحل او في المجال الشركه بتاعته عنده المعلومه مش هيعرف يشتغل. النهارده عندها معلومه تعرف تبيع بيها، عندها قدره على توصيل معلومه للعميل ايا كانت مستواه، هل زيها زي غيرها اللي فاتح قدامها اللي ما يعرفش حاجه؟ لا. لما هتقعد تشرح له تكنيكال وتفهمه مش هيروح للتاني، هو بعد ما هيروح لدي ويروح للتاني هيلاقي لا ده انا بتعامل مع حد فيه. استاذه هدى بتبخلي بالمعلومه؟ ابدا والله ابدا، ما ينفعش نبخل بالمعلومه طبعا. لا على زميلي في الشغل ولا على العميل اللي هيجي يتعامل معايا في شغل النضاره ولا على اي حد. يعني لو في اخصائي جديد جاي عايز يشتغل معايا ويتعلم، انا مش هبخل عنه بحاجه. انا كنت في مكانه في يوم من الايام وكنت محتاجه اللي يقف جنبي ويعلمني، وبعدين الشغل العملي غير الشغل الدراسه، يعني الدراسه حاجه والسوق العمل حاجه تانية. فطبعا يستحيل نبخل بحاجه. اولا ده شيء بنؤجر عليه، تاني حاجه دي حاجه بترجع لنا في يوم من الايام، هيقول انا اتعلمت على ايد فلان الفلاني، انا اتدربت على ايد فلان الفلاني، دي حاجه بترجع لي في المستقبل برضو. يعني دي حاجه مش وحشه. والعميل بقى بترتاح لما تدي له معلومه، يعني يقول لك انا رحت عند الدكتور ده انا استريحت جدا، سمعني قوي. انتوا بقى كبصريات بتعرفوا تقولوا الكلام ده؟ طبعا. اهم حاجه لو احنا هنحسبها كماركتنج كتسويق، انا خلاص انا بعلمك بفهمك انت بتشتري مني ايه. انت مش جاي مثلا السوبر ماركت بتشتري سلعه مستهلكه وهتترمي في لا، انت جاي تشتري مني حاجه هتستدين معاك فتره. أيوه. نظاره طبيه، وبعدين دي حاجه لصحتك. انت مش جاي تحط حاجه على عينك وتمشي، لا لازم تفهم انت حاطط ايه على عينك وايه طبقات الحمايه مثلا اللي انت هتفيدك شغلك. انت مثلا بتشتغل في الشمس فتره طويله، لا انت قاعد على جهاز كمبيوتر فتره طويله، لازم انت تعرف انت بتعمل ايه. وكل ده لازم انا اوصله للعميل. طفل مثلا جاي، مثلا طفل عنده حول، طفل تاني عنده قصر نظر او طول نظر، فبفهمها الحول ده جاي مع طول النظر ليه، او طب قصر النظر ده اتعامل معاه ازاي، طب هيقلع النضاره بعد قد ايه مثلا، او هيستمر النضاره كام سنه. لازم ادي لها مؤشرات كده تتعامل من خلالها عشان ما تستعجلش. ممكن ام تلاقي ابنها كل شويه يقلع النضاره فتكسل تخليه يقلعها فتره طويله. طيب ما انت لو خلتيه يلبسها مثلا في الفتره اللي احنا قلنا لك عليها مثلا، خلاص هتجيب معاه نتيجه وفعلا طبيعي هيقلعها بعد الفتره دي. لكن لو انت لقيتيه بتضايق ويقلع وما تابعتهوش بفتره كويسه اللي احنا قلنا لك عليها، ما هو هيقلعها فعلا وعينه هتتحسن. تمام. استاذه هناء بعد اذنك، لو انت عايزه تنصحيني، انا رايح محل اشتري النضاره العدسات كتخصصي، اعمل ايه؟ يعني تنصحيني ازاي انا ككاستمر؟ تنصحيني ازاي؟ اول حاجه وانت بتختار النضاره لازم تبقى الاول الفريم بتختار حاجه مناسبه ليك، مناسبه للوجه بتاعك. ولازم وانت بتختار النضاره تبقى بتختار النضاره تناسبك لطبيعه شغلك وطبيعه استخدامك للنضاره. يعني انت مثلا بتقرا كتير وبتقعد على الكمبيوتر ومحتاج نضاره للقرايه، فبتبدا تحط الاثنين مع بعض تعمل نضاره بروجريسيف، تبقى عارف ان انت هتلبس نضاره لكل حاجه. فمهم قوي وانا واقفه هبيع لحضرتك النضاره ان انا اسالك انت حضرتك بتستخدم النضاره في ايه؟ استخدامات حضرتك اوفر حاجه اللي هو محتاجها بالظبط، ابدا اسمع منه انت محتاج النضاره هتعمل بيها ايه؟ تمام. استاذن حضراتكم في مكالمه معانا، اخصائي بصريات. الو الاخير. مساء النور يا فندم. انا اخصائيه بصريات وجوزه ثانيه اخصائي برضه بصريات. تعرف باسمك حضرتك؟ يعني عائله بصريه كلها. انا بس كنت عايزه اشتغل بمجالي بس هو مش موافق، تنصحوني اعمل ايه؟ عايزه ايه يا فندم؟ كنت عايزه اشتغل في مجالي. تمام. هو مش عايزني اشتغل في مجالي، تنصحوني اعمل ايه؟ طب
رغم ان هو بصريات. ده احنا بنستغله الحته دي قوي. طبعا. وعلى فكره سيد هو صاحب حضرتك. يا اهلا بيه. لا انا اكلمه بقى عشان اتصل بيه بنفسك بقى. لا طبعا هو اصلا رساله. طب يا استاذه هلاء كده ارد عليها؟ ما خلاص بقى يمكن مش عايز كم مش عايز شغلها اكيد مش عايز يقول. بص اهم حاجه اول حاجه تعرف هو رافض ليه. ممكن يكون عنده اسبابه الخاصه اللي مخليها هو رافض. طيب لو هو رافض ان هو يشغلك نتيجه مواقف شافها او 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 لان في بيبقى في راجل متزمت مش عايز مراته تشتغل. فلو هو مش عايزها تشتغل في مجال البصريات مخصوص لازم تعرف هو مش عايزها تشتغل في مجال الاوبتكس ليه. واذا هو مش عايزها في مجال الاوبتكس عشان ما تبقاش موجوده وسط ناس فهو مش عارف تشتغل في مجال تاني. بس اذا هي عايزه تقنعه ان هي تشتغل في المجال يبقى لازم نمره واحد تعرف هو مش عايزها تشتغل ليه. نمره اتنين سهل قوي ان هم يتفقوا ان هم يعملوا بيزنس مع بعض يعملوا محل صغير وتبقى هي اللي بتديره له. فهو والتوازن برضه في الوقت زي ما حضرتك قلت يعني بالظبط كده تقول له ان هي هتقدر تمانج الدنيا بالظبط. ممكن بس هو في الاغلبيه بيبقى نتيجه تجاربه ان هو مش عايزه تحتك بكاستمر مش عايزه تبقى موجوده في مكان شغل لان انت دايما في محل العمل ده ما ينفعش يبقى فيه اكتر من انثى فانثى وبقيتهم. لا لا في فكره ثانيه حلوه ليها جدا على فكره ولزوجها ممكن يستغلوها جدا. هي ممكن تشتغل في الاداره من البيت اشبعت رغبه جواها بالعمل بالزبط. وفي نفس الوقت هو ساعدته وهو خلاص ما خرجتش من بيتها. معانا برضه اخصائي بصريات استاذ محمد عامر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انتم منورين الشاشه الاستاذ سيد وحضرتك والباقه المحترمه حضرتك. الله يخلي حضرتك. طبعا احنا مستفيدين منكم كتير في المجال ومش عارفين نقول ايه والله. ربنا يخلي يعني حضرتك. انتم منورينا وزارتنا قدام العالم كله والله صراحه. حابب اشكركم جدا. حابب حضرتك توصل رساله في المكالمه. الناس كلها اللي معاكم. الله يخليك. الله يخليك. طبعا. شكرا. الله يخليك. شكرا استاذ محمد. شكرا لمداخلتك. انا مش عارف الوقت راح معاكم ازاي. في الحلقه دي الوقت للاسف خلص معانا واحنا سعداء باللقاء ده احنا للاسف. بس احب بس اخد من حضرتك رساله اخيره من الاستاذه هناء. رساله اخيره. الرساله لكل اللي اقدر اوجهها لاي اخصائيه بصريات الاصرار الاصرار الاصرار. يعني انت ما فيش عندك غير ان انت تبقي مصره على حاجه وعندك الهدف اللي انت تعمليه. استاذه هناء كملوا في اللي انتوا بتعملوه بان انتوا تكبروا المجال ويفضل برنامجكم مستمر وتفيدوا الناس كلها لان فعلا زي ما هو قال لك الناس كلها بتستفيد من البرنامج ده. ان شاء الله مكملين. التوفيق ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. دعموكم ان شاء الله. التوفيق باذن الله. وتشرفنا بيكم وان شاء الله تبقوا معانا في حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. ان شاء الله في انتظاركم 2021 باذن الله في حلقاتنا الجديده بشكل جديد ودايما في الافضل ان شاء الله. استنونا الخميس الجاي الساعه 12 مساء. في سهرة السنة الجديدة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. Thank you.